ماذا ولماذا؟ مع الدكتورة نائل عمارة ومعتز مهابة. ولسه مكملين معاكم، واخر فقره عندنا فقره الفيسبوك، وايه اللي اكتر الحاجات اللي كانت متداوله. بالتاكيد احنا قلنا يعني انه في حاجات كتير قوي، لكن من اكتر الحاجات اللي حصل لها تداول حقيقه الامر الانفراد الخاص بجريده الوطن والتسجيل الخاص بالرئيس السابق محمد حسني مبارك. الحقيقه كان انفراد قوي جدا تميزت به جريده الوطن على كل الجرائد اليوميه. عندي قبل ما نخش في التفاصيل الفيسبوك، عندي مجموعة من الرسائل. حد بعد بيقول أن نرمين الأزهري بتقول أنا متضايقة قوي من اللي بيحصل في مصر. حسام مصطفى بعد بيقول طوفان بشري بيتدفق أمام وزارة الدفاع، مصر تنتفض، المسيرات تتوافد من شارع الخليفة المأمون ومن العباسية، والهتاف واحد ارحل دعنان عبده. حد مش باعت اسمه بيقول يا جماعة ازاي بيقول مظاهرات لا للعنف، رايحين يحرقوا مدينة الانتاج الإعلامي. ورسالة هي خطيرة جدا يا نائلة، جاية بتقول انه الدكتور محمد البلتاجي وقف على المنصة بتاعت رابعة العدوية وبيقول ازاي تسندوا جيش سبب نكسة 67. ايه الكلام ده؟ يعني انا مندهشة جدا، بس الحقيقة احنا بنقول حياديين، لكن عند النقطة دي لا، احنا مش حياديين، احنا مصريين. هو مش معتبره جيشه على فكرة، هو يعني الاسرائيليين واليهود دايما بيعايروا مصر بنكسة 67، واحنا بنعايرهم بانتصار 73. معرفش هو بيصطف الى انهي جانب. صحيح. احنا بنعتبر ان ده جيشنا، جيش المصريين، لكن اللي اتقال ده جيشنا اللي عبر بينا في 73، ده جيشنا اللي عبر بينا في احداث 25 يناير 2011، ولم نقع في دائرة عنف زي ليبيا او سوريا. الجيش اللي احنا بنحتمي بيه وبيحمينا الجيش الرقم واحد في المنطقة العربية، والجيش ال 14 على مستوى العالم، العالم كله بيشهد إلى هذا الجيش. لكن الحقيقة الدكتور البلتاجي معرفش هو بينتمي لأنهي جنسية. وأنا عايز أسأل الدكتور البلتاجي لو هو ده كلامه، يعني الجيش باعتراف الجميع وباعتراف الخارج قبل الداخل إنه حمى الشعب المصري من حمامات دم. يا ترى لو كنت أنت يا دكتور البلتاجي توليت الأمر، كان حمامات الدم وصلت في مصر لحد فين؟ يا دكتور البلتاجي احنا مصريين، واذا ما كناش نقف ورا قواتنا المسلحة هنقف ورا مين؟ ورا جيش اليهود ولا جيش اسرائيل؟ سؤال بسأله لك واقول لك عيب يطلع منك الكلام ده. معنا طبعا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمود مسلم، مدير تحرير جريدة الوطن، وبنحييه على الانفراد وبنسأله بعض الأسئلة. معتزة تحبي تسألي الدكتور أستاذ محمود فيما يتعلق بالانفراد إيه؟ يا أستاذ محمود مساء الخير وأهلا بحياتك، نورتنا. مساء الخير يا فندم، نورتنا على الراديو 90 90. خليكم مبروك على الراديو. بشكر حضرتك أستاذ محمود. الحقيقة الانفراد اللي عمله جريدة الوطن في الأول الناس صدقته وناس ما صدقتوش، وقالوا كان حصل تشكيك في الأول. حياتك عارف كنتوا نزلتوا قبل كده انفراد وقلتوا أنه حصل أثناء وجوده بالطيارة الرئيس السابق حسني مبارك، وناس شككت في الحكاية دي. أنتم حصلتم على الانفراد ده إزاي؟ والله الانفراد ده كان جهد متراكم قام بيه الأستاذ مجدي الجلال رئيس التحرير وزميلنا الأستاذ محمد الشيخ خلال فترة طويلة. أنتم ما حصلوا عبر وسيط على تسجيلات وسيط قريب من السابق حسني مبارك، على تسجيلات حول ردوده وحول بعض الأسئلة، وحفاظا على الوسيط استبدلنا صوته على الموقع بصوت. الحقيقة أنا كنت عايز أسألك فعلا يا أستاذ محمود عن النقطة دي، لأن أنا سمعت التسجيلات وواضح أنه كان في اختلاف في صوت اللي بيسأل وصوت الإجابات الرئيس السابق. إحنا استبدلنا صوته، وإحنا قلنا ان احنا مستبدلين صوته حتى لا نكشف المنظر، مش عايز يكشف. هو صوته هيكون معروف لو اتسمع؟ يعني على الاقل ممكن ناس قريبين منه تعرفه، واحنا حبينا نحافظ عليه وتعهدنا معه على ذلك، ويعني ونفذنا تعهدنا، وهذا لا يخل بالانفراد. الانفراد اللي بيرد على كل التشكيكات اللي جرت الفتره اللي فاتت، واللي البعض شك وصول زميلنا محمد الشيخ الى الرئيس السابق حسني مبارك داخل المحكمة، وتصوير الطائرة التي تقله إلى المحكمة، يعني كان لأول مرة يظهر صورها. ورغم أن ناس كثيرة شككت، لكن في النهاية الوطن
طيب. بالصوت بتؤكد انفرادها وتؤكد انها وصلت الى رئيس طبعا الضغط. احنا بنهني جورنال او جريده الوطن اللي انفردت بهذا السبق الكبير جدا واللي ميزها عن بقيه الصحف في الفتره دي. لكن انا عارفه يا استاذ محمود ان التسجيلات ما هياش مش حديثه قوي, يعني ما هياش بتاعه اليومين اللي فاتوا دول, هي شويه متسجله من فتره. ليه اخترتوا التوقيت؟ هي اتسجلت على فترات يعني, مش على فترات, يعني اتسجلت اكثر من مره, ما كانش يعني بمعنى انه كل محاكمه كان المصدر بيسجل شويه ولا, لا 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 التسجيلات دي اتسجلت في السجن. تمام. يعني حد قريب ليه بيزوره وسجل الكلام ده. تمام. قريب منه يعني. تمام تمام. مش من اقرباء ولكن قريب منه. يعني التوقيت التوقيت مرتبط باكتمال التوقيت, ان هي لما اكتملت يعني. تمام. احنا ما اخترناش التوقيت, هي لما اكتملت قررنا ان احنا ننشرها, لكننا لم نختار التوقيت ولا ناخد ورانا هدف من وراء التوقيت. هل كل ما أزيل شفت الوكالات الأجنبية كلها نقلت طبعا لأنها تصريحات غاية في الأهمية, وتحليل للأشخاص وتحليل للأحداث, تصريحات للرئيس الضابط من بعد تنحية عن الحكم في 11 فبراير. طيب المكالمة اللي كان عملها في قناة العربية وكانت مكالمة مسجلة. طيب بما أنه حياتك يعني إعلامي كبير ومتابع ومحلل, حياتك إزاي ترجمت أو إزاي حللت هذه التصريحات للرئيس السابق؟ وطبعا اكيد الرئيس السابق يعني بينظر لنفسه ان هو كان مواجه الامريكان, وكلها كان كلام على الامريكان, وكلها وجهه نظر في الاخوان, وواضح ان هو حكى شويه تفاصيل عن الامريكان ممكن ما كانش حد يعرفها, ان هو كان رافض ان هم يعملوا سنترالات في القاهره عشان ما وكان رافض اليوم اذاعه اف ام, وكان ولما ابو غزاله وافق لهم على قاعدة أمريكية هو في مصر هو رفض. يعني وراجل يعني واضح أنه بيتذكر إنجازاته فيما يخص أمريكا, ويبدو أنه يرى الآن أن أو هو يمكن عايز يعمل إسقاط أن النظام الحالي خانع لأمريكا, بينما يرى نفسه أنه كان يقاوم أمريكا. في لسه مفاجآت جاية في الأيام اللي جاية؟ ان شاء الله نطول ما احنا يعني, هي لسه يعني اقول ان لسه لم تزع كلها او لم تنشر كل التصريحات. لا احنا بس حذفنا الكلام اللي يخص الامن القومي المصري. تمام. والكلام اللي ممكن يعني يبين, لكن لسه في تصريحات ما نزلتش ولا كل شيء اذيع. لا لا كل شيء اذيع, كل شيء اذيع الا بقى لو حاولنا ان شاء الله نعمل حاجه ثاني يعني موسعه ان شاء الله. بشكر حياتك, شكر جزيل. شكرا يا استاذ محمود. اتفضل قبل على حياتك عايز تسال يعني على الدكتور البلتاجي. عايز اتكلم على موضوع الجيش يعني. الدكتور البلتاجي طبعا طبعا بيبقى كلام خطير, ويؤكد ان جماعه الاخوان لا تشعر بقيمه الدوله المصريه ولا بقيمه الجيش المصري. الجيش المصري اللي حارب في 73, الجيش المصري اللي صمد امام العدو الاسرائيلي حتى استرد. طب لما يكون الدكتور البلتاجي استاذ محمود بيحاول يعاير الجيش او بيقول ان هو المتسبب في نكسه 67, توصف الكلام ده ازاي يا استاذ محمود؟ هو كده مش بيعاير الجيش, هو بيعاير المصريين. بيعاير المصريين لان هو الجيش هو قطعه من مصر, وهو الحامي, وانا دايما اقول الجيش هو الحامي والامين والراعي والذي تمنوا جميعا, وهو واحنا شفنا في اكتر من موقف الجيش بيظل هو الأخ والأب ويعني وكل حاجة, ولا أحد يثق الآن في أي أحد على الساحة سوى الجيش. وإحنا شفنا ممكن الجيش لما أراد مرة يدير حوارا أجهضه أو أجهضته جماعة الإخوان المسلمين, كل الناس استجابوا لدعوته لان هو ما حدش يقدر يشكك في وطنيه الجيش كمان. يا استاذ محمود يعني انا يعني يمكن بضيف للي حضرتك قلته الكلام الجميل المحترم, انه الكلام ده بيتقال النهارده على منصه في جامعه رابعه العدويه في الوقت اللي حدودك فيها الشرقيه والغربيه والجنوبيه فيها مشاكل كبيره جدا. الجيش بيقوم بدور يعني فوق طاقه البشر وبجديه وبحماس لحمايه الامن القومي المصري. هل يمكن ان الكلام ده يقال في هذا التوقيت؟ انا اعذرهم لانك انت عارفه جماعه الاخوان المسلمين ما بيخشوش الجيش المصري ولا حربوا في الجيش المصري ولا لهم علاقه بالجيش المصري, فواضح ان ده. طب يا استاذ محمود ما انا كمان ما دخلتش الجيش المصري وما حاربتش في الجيش المصري. لا بس احنا ما اتجنتش يعني, لكن عارفه قيمه الجيش المصري.
احنا كلنا مؤمنين بقيمة الجيش المصري وبدور الجيش المصري كلنا. هو يبدو انه ملوش علاقة بمصر مش بالجيش المصري، لكن هم زي ما انت بتقولي كده، هم بيؤكدوا ان هم اجنتتهم دائما اجنتة غير وطنية لو كان قال الكلام ده. لا قالوا اكيد، وده كلام يعني زي ما كانوا بيحتفلوا بذكرى نكسة 5 يونيو وعاملين، دول ناس ما عندهمش حاجة يقدموها، فعمالين يقلبوا في ملفات قديمة وأبسط حاجة لهم ربنا يكسفكوا يعني شوفوا لنا حاجة بس، يعني أكلوا الناس وشربوهم وشوفوا لهم بنزين وصور بدل. بس لما يكونوا لما يكونوا بيحتفلوا بخمسة يونيو ويحاولوا يقلبوا على الناس 67، ده مش ناس فاضية، دي ناس حاجة تانية يا أستاذ محمود. هم بينفذوا أجندة أمريكية واضحة، هذا الجيش هو الجيش الوحيد المتبقي صحيح. فهم بينفذوا أجندة أمريكية، يعني لما يقولوا كده على الجيش وخارج الشاطر يقابل أول امبارح السفيرة الأمريكية لمدة 3 ساعات والسفيرة الأمريكية تطلع تخبط كده في الجيش، أنا كده مفيش حد دلوقتي. هذا أنا شايف إن حتى القوى الثورية تكاد تكون يعني بتعتذر عن ما كانت تردده من يسكت حكم العسكر في الفترة الحالية، بعد اقتناعوا إن الإخوان هم اللي كانوا بيدفعوهم إلى هذا الشعار، وبعد ما اقتنعوا إن الجيش هو الحامي في مصر. هنا دلوقتي ما بقاش حد ينتقد الجيش الاثنين، الإخوان والأمريكان، يعني ما تسمعش حد مش طايق الجيش الاثنين، الإخوان والأمريكان، وده يدل إن أجنتتهم واحدة، وده يدل إن قرارهم بسوريا قرار أمريكاني الإرادة، إرادة أمريكية بحتة، وواضح إن هم الآن يستعدون لدخول سوريا عبر الجيش المصري وهكذا يرد، ولكن الجيش يقف عائقا. لا بس لا يمكن الجيش المصري هيحارب بالوكالة، مش هيحارب لأمريكا بالوكالة ولا هيكونوا مرتزقة. الإخوان لو كانوا يملكون الجيش المصري، وأنا ده برد على كل الناس اللي بتشكك في الجيش المصري، الإخوان لو كانوا يملكون الجيش المصري حاليا كان زمانهم بيحاربوا في سوريا. برضو برد على المتحدث الرسمي اللي طلع امبارح يقول احنا جاتنا تطمينات من الجيش واقف مع الدكتور مصر مرسي وبيسان الشرعية. انا اعتقد ان الجيش يورط نفسه في مثل هذه الامور، الجيش في النهاية هو المعبر عن الشعب وهو حامي التغيير. صحيح. اذا قرر الشعب التغيير ولا يجب ان يتورط في مساندة الدكتور مرسي، خاصة أنه يعلم أن لكن هو أعلن أكثر من مرة أنه هو مع الإرادة الشعبية. لكن الشعبي. المتحدث الرسمي باسم الحرية والعدالة طلع امبارح احنا فهمنا أن المتحدث لو الجيش عايز يقول كده يطلع الجيش نفسه يقول كده، لكن هو أحمد عارف يقول الكلام ده، ده يدل أن هم مرعوبين من 30 يونيو، وده يدل أن هم يعني كاذبين كعهدهم دائما، وده يدل أن هم لازم يعرفوا أن الجيش سيحمي التغيير إذا ما قرر الشعب التغيير، وسيحمي الناس إذا ما قرروا أن يمارسوا العنف كما يعني يرددون دائما. النهاردة شايف أنا ثلاثي أضواء العنف، عاصم عبد الماجد وصفوت حجازي والشيخ محمد عبد المقصود، يعني دول بيعملين يهددون بالعنف، وبعدين يطلع الحرية والعدالة يحمل الإنقاذ مسؤولية العنف في مصر، يعني حاجة منتهى البجاحة. على أي حال يعني بقى يا أستاذ محمود، يعني إذا كان من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. يلا يعني هم خايفهم فاكرين إن ملفات الإرهاب أو الضغط بالإرهاب أو إرهاب الناس سيعوق الخروج يوم 30 يونيو. هذا كلام غير صحيح، كل يوم الناس بتثبت، أقول النهاردة الناس في وزارة الدفاع وفي صحيح. كل محافظات مصر اليوم المحافظون الذين اختارهم الدكتور كتي ولا أحد يعلم عنهم شيئا يواجهون مشكلاتهم صعبة حتى في دخول مكاتبهم، وبالتالي الكلام على ان هم هيحاولوا يرهبوا الناس عبر يعني حاجه غريبه، ان هم زي ما بقول لحضرتك ثلاثي اضواء العنف. حلوه التسميه دي يا استاذ محمود. نعم حلوه التسميه ثلاثي اضواء العنف تحت رعايه الرئيس مرسي مباشره، يعني الراجل بيحتضنهم وهم وبعدين يطلعوا يقول لك نحمل الانقاذ مسؤوليه العنف، ده الناس واحد يقول لك اللي هيرش مصر مرسي بالميه هيرش بالدم. لا بالدم يا فندم، لا النار، لا احنا مش عايزين نقوله كلام عنيف، ده بالدم. بشكرك. وبعدين يحاولوا يسوقونا الاسلام او يقحمونا الاسلام في مثل هذا الامر. بشكرك يا استاذ محمود. بشكرك يا استاذ محمود. بشكر حضرتك وسلم. شكرا يا فندم، مدير تحليل جريده الوطن، بنشكرك على هذه المداخله وعلى هذا التحليل. وعايزين نقول للي بيسمعنا انه الحياد لما بيجي عند الوطن بيجي عند قواتنا المسلحة، احنا بنتخلى عنه، واللي يزعل يزعل.
طيب بمناسبة بقى عايزة أقول أنه في لايت سيمون بتقول أن هي مبسوطة من إحنا ردينا رد كويس على اللي بيطاول على الجيش. شكرا بتشكرنا. أما باسل من القاهرة بيقول بشكر دكتورة نائلة وأستاذة معتزة، أنا معجب جدا بحياد عرضكم للأمور ونفسي أحد المدافعين عن التيار المتشدد يسمع برنامجكم، أكيد هيغير مفهومه عن دور المرأة في المجتمع. شكرا يا أستاذ باسل. على أي حال إحنا وصلنا ده إحنا كان والله جايبين لكم حاجات كتيرة جدا من الفيسبوك. دكتور البلتاجي بوظ لنا ليه كده يا دكتور بلتاجي؟ والله إحنا يعني كنا بحيادية نقلين المليونية بتاعتكم كده، بس أنت جيت على الجرح بقى، هنعمل لك إيه؟ يلا يلا إحنا وصلنا معاكم لنهاية برنامجنا ماذا ولماذا. يوم الجمعة كل يوم من 6 ل 8 هو ميعادنا معاكم، والتواصل معانا عبر الرسائل 1909. احنا طبعا مرسية معتزة، وبنشكر معانا كمان رئيس التحرير أستاذ علاء سرحان على تعبه معانا، بنشكره وبنشكركم أعزائنا المستمعين. الجمعة الجاية إن شاء الله انتظرونا وبرنامج ماذا ولماذا. صباح على خير. ماذا ولماذا من أسماء الاستفهام والإجابة على الهواء في برنامج ماذا ولماذا، كل جمعة هتلاقي الإجابة من 6 ل 8 مع الدكتورة نائلة عمارة ومعتز مهابة على الراديو 90 90.